ماريا نديم تكشف إصابتها ببشويقة وتطلب الدعاء. كشفت الفنانة ماريا نديم عن إصابتها بمرض جدري الماء أو ما يعرف ببشويقة تزامنا مع اقتراب موعد ولادتها. ونشرت ماريا عبر ستوري حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام فيديو تظهر من خلاله وعلامات المرض بادية عليها، موضحة أنها تمر بأوقات صعبة. وأضافت: بوشويكا ما جانيش في صغري، لكن جاني دابو أنا في الشهور الأخيرة من الحمل. الحمد لله على كل حال، لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. كما طالبت ماريا نديم عن متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل قائلة: دعيوا معايا ربي لعالم بيا، وهذا أصعب مرض جاني. يشار إلى أن الفنانة المغربية ماريا نديم كشفت قبل أيام أنها تنتظر مولودا ذكر في فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان إنت.